السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي وعزيزاتي، الله يسعد لي صباحكم مساكم كل خير. قلت لكم هنا بحلقه جديده ناوي خبز بالجبنه اسمه تشيز بريد. هذا مشهور كثير هون، خاصه اذا حطوا له شويه حد كمان. على بركه الله، صلوا على النبي اللهم صل على محمد. بدكم 3 كاسات طين، معلقه ونص كبيره خميره، معلقه ونص صغيره ملح، 4 معالق زبده كبيره بلا ملح طبعا، بدكم بيضتين بحراره الغرفه، بدكم نص كاسه مي وربع كاسه سكر. بعد ما نخلطهم ونساوي العجينه بدنا جبنه مكعبات، حد مو حد، انتم بتختاروا. بس هلا بجيكم اياها خطوه خطوه من طقطقه. السلام عليكم. هلا بنخلط المواد جافه، زبده، خلطت البيضتين مع بعضهم شايفين، وهلا بحطهم، لا تنسوا السكر طبعا. هلا بنخلطهم وشوي المي بنحطها من تمام ناشين شيء 8 دقائق. اذا بدها شويه مي ثاني حطوا له مي فاتره. شايفين صارت عجينه متغطيه تاخذ لان، هلا هي مغطيه بنتركها لساعه بمكان دافئ مغطيه. شايفين ارتفعت كثير، هلا بنزلها وبنفردها مربع. حطينا الجبنة عليها، هلأ نفتله لترغيب الخبز، نسكره من جوانبه ومن الكنارات، دوره على حاله، دهنه الصينية بزيت، وهلأ بنحط الخبز جواتها ونغطيها ونرجع عليكم بعد ساعة. كشفته، شوف شو النفش، اللهم صل على النبي. الفرن حامي على 350 فرنهايت، يعني 180 مئوية. هلأ بدهنه بيضة غلطة مع معلقة حليب، وبعد شوي مثل ما قلتلكم 25 دقيقة بنغطي وشه بفول ألمنيوم 15 دقيقة تانية، يعني تماما شي ساعة زمان بده يكون الحرارة داخله شي 210 فرنهايت. نخليه شوية لحاله هلا 15 دقيقة، بعدين بحطه على مشبكة مثل هاي عشان يبرد أكتر لشي حوالي نص ساعة. الجبنة هون فايتة بعروق، اللهم صل على النبي. ياكل تاني إن شاء الله، جربوه بيتكم وتدعوا لي. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عندكم سؤال بعثوا لي على اليوتيوب.